تعالوا نتكلم على الزواج الجبري بالنسبة للشاب أو الابن المقبل على الزواج ما تحطش العقدة في المنشار وتقول لابنك لو انت اتجوزت البنت دي انا مش هحضر لك فرح ما تحطش العقدة في المنشار وتقول له لو انت ما اخترتش اللي انا اخترتها لك دي بنت خالك بنت عمك بنت عمتك انا ما اعرفكش ولا تعرفني ليه ليه يا جماعه لماذا نتسلط على ابنائنا لماذا نحن حكام على ابنائنا؟ انت اب انت مهمتك انك تسهل انك تبسط مش انك تتعسف مش انك تتشبث برايك لازم ابنك يبقى ليه شخصيه، لازم ابنك يبقى ليه عقل، لازم ابنك يبقى ليه تفكير، لازم ابنك يبقى ليه راي، لازم ابنك يختار هو. احنا قلنا قبل كده في ثلاث حاجات مهمه في حياه الانسان الولاده والزواج والموت. الولاده محدش بيقول لابوه هاتني ولا خلفني ولد ولا بنت ولا حاجه امتى مش بتاعتك. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. الوفاء ان الله عنده علم الساعه. الزواج انت اللي بتختار. انت اللي بتاخد بالاسباب فسيبه يختار زي ما انت اخترت وزي ما زوجتك انت اختارت. زوجتك اختارتك وانت اخترت زوجتك. هتقول والله احنا ما عندناش الكلام ده ده انا والدي وقال لي اه انت هتتجوز فسمعت كلام والدي و لا. حتى ولو والدك عمل ده مش صح. ومش معنى ان والدك عمله معاك انك تعمله مع ابنك او تعمله مع بنتك غير صحيح بالمره. تمام؟ علشان لو حصل وده بنسبه كبيره بيحصل، حصل مشكلات، حصل تجاوزات، حصل اخطاء، حصل حصل بعد كده يقولك مش اختياري. انتوا اللي اجبرتوني عليها. والبنت هتقول لك ما انت اللي اجبرتني يا بابا عليه يا بابا انا قلت لك لا يا بابا ما كنتش عاوزاه يا بابا ما اعرفش انت اجبرتني عليه ليه عشان مش عارف فلوسه علشان مش عارف حليوه عشان مش عارف اهله علشان كل الكلام ده ليس له اعتبار في اختيار شريك الحياه شريك الحياه احنا قلنا قبل كده في ثلاث عيون ثلاث عيون لازم نركز فيها العين اللي هي العين تشوف بعينك وهي تشوف بعينها والعقل والعاطفه. تاني، تلات عيون مهمه. العين ان ترى الفتاه الشاب المقبل على خطبتها، تقعد معاه تشوف لبسه، تشوف طريقه كلامه، تشوف ردود افعاله، تشوف طريقته وهو بيشرب الحاجه، كل الحاجات دي تقدر تاخد من خلفيه من من وراها فيدباك وخلاص وتكون رؤيه عن اللي جاي يتقدم لها ده. يبقى ده عين. عقل ان تشغل دماغها. ما ينفعش كل حاجه يبقى عاطفه، رقم ثلاثه عاطفه، ما ينفعش لك انا حبيته، حبيت ايه؟ اه حبيته، طب تقعد بقى ممكن يقولها ايه؟ يا بنتي ده مش بيشتغل، يا بنتي ده مامته مش عارف ايه، يا بنتي ده باباها سكته وحشه او طريقه وحش والناس يتكلم عنه، ايه يقول انا انا عايزاه. حكمت العاطفه فقط، لا. نحكم الثلاث حاجات، مهم قوي، عين انت شفت خلاص، عقل وعاطفه لي القلب. احكي لكم عن قصة أو اتنين من الزواج الجبري وبعد كده نتكلم عن حكم ده شرعا إيه؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولد أو شاب أحب فتاة. تمام؟ لم يرى للمتحابين إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي أنا حبيت بنت خلاص تزوجها. كويس؟ فالولد لما حب البنت كانت زميلته في الجامعة. كان هو أكبر منها بسنة أو بسنتين خلص وبعدين عامل حسابه ومرتب اموره ان هي ديت هتبقى زوجتي وان انا مستنيها لما تخلص الجامعه بتاعتها وحتى ازوج هقول لبابا ان انا فلانه ديت انا عجباني فحتى ازوجها شوف اللي جاي يبدو ان والده والده رجل اعمال فشاف بنت صاحبه رجل الاعمال مره في النادي يعني والد الولد ده كان رايح النادي هيقابل صاحبه شاف بنت صاحبه فعجبته انا هاخدها لمين؟ لابني. فرجع صاحبنا لابنه بيقول له يا ابني انا شفت لك بنت الحلال مين؟ بنت فلان. قال له لا يا بابا انا بحب زميلتي ومتفق معاها ان هي بعد ما تخلص جامعتها هروح اتقدم لها. كلام كويس. الاب يجن جنونه. لا. انا مش موافق. لا. باباها راجل بابا البنت اللي انا اخترتها اللي شفته في النادي او شفتها في النادي راجل اعمال زيه زينا عجباني هاخدها مش هاخد حد اقل من المستوى ده زي ما في ناس كانت تقول لك الفلوس تتجوز فلوس في اي منطق وفي اي مبدا وفي اي دين من اللي قال الفلوس فلوس تتجوز فلوس فلوس هل فلوس تتزوج يعني المنطق مش صح المنطق لا اعتبار له لا, لا اعتبار له لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لدينها فاظفر بذات الد... لجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك مش انك حتتزوج علشان المال بس لا مش هتتجوز علشان معاها فلوس لا مش هتتزوج علشان هي كل حاجة فلوس لا مش معقول خالص لمال جمال حسب دين ما تركزش انت بقى في المال وتسيب الحاجات التانية مش منطق اصل حالتهم مرتاحة اصل عامل الناس ناس مبسوطين اصل من طبنا كده يعني زيهم زينا والعملية مرتاحة لا المهم الاب مصر على البنت بنت صاحبه اللي شافها والولد قال له يا بابا انا بحب فلانة هتزوجها دي اللي انا عاوزها دخلوا في حوارات الأب أصر على أنه هو لا يرضخ لاختيار ولده مش هيمشي معايا والولد مصر على ده اختياري دي اللي أنا بحبها دي أنا ارتبطت بيها وتعلقت بيها وتعلقت بيها واتفقنا إن هي بعد ما تخلص جامعة هنتزوج مش هخلي بيها كويس وده عنده مبدأ عنده مبدا ان هو مش هيفرط فيها بس حته بقى الحب والعلاقه طبعا شرعا ما ينفعش المهم الا اذا كانوا هما في مجرد اتفاق وما حصلش مقابلات ولا خروجات ولا ولا تجاوزات خلاص المهم الاب ابو الولد قدر يوصل لابو البنت اللي ابنه بيحبها المهم اتعرف وعرف ان هو رجل بسيط الحال مش زيه مش راجل عمل اللي عنده عربيات ولا عنده فيلل ولا عنده شركات ولا عنده مصانع حالته على قده موظف في وظيفه حكوميه قدر ان هو يتوصل للاب فهدده في عمله ووظيفته وحياته وقال له ابعد بنتك عن ابني ابعد بنتك عن سكه ابني ابني مش هيتجوز بنتك مره في اتنين في تلاته الوالد ابو البنت قال لها يا بنتي الغي الموضوع ده من دماغك ما احناش قد الناس دي ولا قد الراجل ده الولد عرف باباها عمل ايه بنت قالت له غيرت تليفوناتها مش عارف يوصل لها الاب خاف لما ابو الولد اتاكد إن علاقة الولد بالابن بالبنت اللي بيحبها انتهت ومش عارف ما بيقابلهاش ولا بيكلمها ولا عارف يوصلها فرح فخلاص مفيش قدامه غير مين؟ مفيش قدامه غير بنت صاحبه فرجع الأب أبو الولد فرحان بقى يلا يا ابني عشان نكتب فلانة هو رجع البيت وكانت المفاجأة الطامة المصيبة الكبرى الفجيعة الفاجعة بينادي على ابنه ما بيردش فتش البيت دخل قط الولد وجده مشنوقا ودي على فكرة ليست قصة من الخيال هذه ليست قصة من الخيال أو أوهام ولا أساطير هذا واقع أنت كأب اللي عملت في ابنك كده والله أنت مسؤول عن هذا. إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، حفظ أم ضيع، أنت ضيعت، أنت اللي وصلته للدرجة دي، أنت اللي وصلته للانتحار، أنت اللي وصلته للشنق، أنت اللي وصلته أنه هو يعمل في نفسه ويودي بحياته، عشان إيه؟ عشان هو عاوز بنت معينة، وأنت عاوز حاجة أنت بتجبره، ما أنت كنت ممكن حطيت له اختيارات بدل ما أنت صدرتها قدامه وقلت له هي دي وانا مش موافق على دي كنت ممكن حطيت له اختيارات او خدت وديت معاه او اقنعته او اقنعك اجبارك على ان يتزوج ولدك ما ترغب اودى بحياه ولدك الى الوفاء وكانت النتيجه يبقى زواج جبري لا